الكرة الأرضية لها ملايين الأسرار، وكلما تقدم العلم كلما أصبحنا على يقين بأن الأشياء المبهمة على الأرض أكثر من الأشياء المكتشفة. وهناك العديد من الأسئلة إجاباتها مهمة لتأريخ البشرية منذ آلاف السنين. أحدى تلك الأسئلة، ولما لا، أحدى تلك الألغاز تدور حول سفينة نوح. هناك مجموعتان، قسم يؤمنون بالطوفان وقسم لا يؤمن، والمجموعتان لهما التفسيرات حول إثبات معتقداتهم. الكثير يشكون بأن فعلا طوفان نوح قد حدث ورست سفينة نوح على جبل أرارات، وهناك الكثير من يؤمنون بطوفان نوح ورست السفينة على جبل أرارات لكنهم لا يصدقون بأن الله كان قد قرر بإنهاء الخليقة، وأن ما حدث كان يجب أن يحدث، وأن الله حذر الجميع، لكن نوح هو الوحيد من شاهد وسمع لأنه كان يؤمن بالله. نحن ليست غايتنا أن نبحث ونجد إجابات مختصرة ومقنعة، نحن سنحاول أن نكتشف ونقدم كل وجهات النظر الموجودة والمتاحة أمامنا. على طرق الباحثين قررنا أن نتابعهم. في الكتاب المقدس مكتوب في 27 من الشهر السابع السفينة رست على جبل أرارات. هذه الجملة المصيرية أصبحت بمثابة الحكم لتأريخ البشرية. في كل العالم بدأت فكرة البحث عن سفينة نوح فوق جبل أرارات. استحدث علم سمي بعلم السفن. أعداد كبيرة من البشر كرسوا حياتهم لذلك العمل. الكثير خاب أملهم من العمل، والكثير فارقوا الحياة بعد أن كانوا على يقين بأنهم شاهدوا سفينة نوح، وتلك فعلا فوق جبل أرارات. نحن عندما كنا فوق قمة الجبل كنا على أمل أن نجد سفينة نوح، لكن بالنسبة لنا كانت مجرد طرفة. بعض أفراد مجموعتنا سألوا الدليل، كيف يمكننا الوصول إلى سفينة نوح؟ والدليل بكامل الجدية أجاب أن الطقس غير مناسب، وكذلك الوجهة ليست من هنا، المرة القادمة عندما تأتون أكيد سأصطحبكم إليه. نعم، الكثير مقتنع بأن سفينة نوح رست فوق جبل أرارات. من أين ولدت هذه الفكرة؟ الإجابة مؤكدة وغير قابلة للجدل، ويشهد عنها الكتاب المقدس، ولكن القليل يعلم بأن البعض بحثوا عن السفينة في أماكن أخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يثقوا بالكتاب المقدس. في الكتاب المقدس مذكور بأن سفينة نوح رست فوق جبل أرارات، وفي هذه المنطقة هناك مئات الجبال. شهادة الكتاب المقدس صريح جدا، سفينة نوح رست فوق جبل أرارات. ماذا سنفهم من جبل أرارات؟ بشكل مؤكد نحن نقرأ في العهد القديم تحت عنوان أرارات، نشاهد كل أرمينيا جبل أرارات، مملكة أرارات، وجاء اسم أرارات في الكتاب المقدس كتسمية لأرمينيا. وأخيرا، أين هي سفينة نوح؟ فوق جبل أرارات أم في مكان آخر؟ في أساطير وقصص كل الشعوب توجد شهادات حول سفينة نوح والطوفان، وكل تلك الشهادات تشير إلى أماكن مختلفة لموقع سفينة نوح. الكتاب المقدس يذكر فوق جبل أرارات، والقرآن الكريم يذكر فوق جبل جودي. من خلال البحث بين المصدرين نكتشف معلومات قيمة. جبل أرارات يعتبر أكثر مقنعا لأن كل البحوث والدراسات والتنقيبات مرتبطة بهذا الجبل. جبل أرارات في تركيا معروف باسم أغريداغ، ومعناه جبل الألم،
جبل جودي أو كما يقال بالأرمني كوردفات أرارات، ذكر في القرآن الكريم بأن سفينة نوح رست فوق جبل جودي، وموقع جبل جودي 320 كيلومتر جنوب جبل أرارات، وعلى مرأى من الحدود العراقية والسورية في منطقة أرارات أو منطقة أوراردو التأريخية. وحسب آخر المعطيات ارتفاع جبل جودي هو تقريبا 4000 متر، ومن قاعدته ينبع نهر دجلة، كما يطلق عليه اسم جبل كاردو، جبال كورديان وجبال كرد، وفي التدوينات السماوية والآشورية يدعى نيبور أو أوراردو. المهم يمكن أن يذكر في السابق بأن هذا الجبل أيضا كان يدعى أرارات. ليس من الصعب التسلق على جبل جودي، لكن لم تحصل عليها أي بحوث أو دراسات جدية. يوجد جبل اسمه جودي ويوجد جبل اسمه أرارات، ومن المحتمل أن يكون الجبلان هما نفسهما، لأن كما مذكور في الكتاب المقدس الجبلان يقعان في المنطقة والاثنان اسمهما أرارات. ومن الأرجح الكتاب المقدس والقرآن الكريم، الاثنان يتحدثان عن نفس الجبل. الأسطورة الأرمنية تقول بأن جبل أرارات وقمة ماسيس هي القمة التي رست عليها سفينة نوح، وأسطورة وادي الرافدين تقول بأن كوردفاتس أرارات أو كما مذكور بالقرآن الكريم جبل جودي هو الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. وفي كل الأحوال لا يجب أن يكون هذا موضوع جدل، لأن هناك معتقد كبير كان منتشرا في عموم آسيا، كان معروفا بأن أرمينيا تعتبر أرضا مقدسة وأرض بداية البشرية ما بعد الطوفان. أن ديوري بينار كان على يقين أين هي سفينة نوح، لأنه شاهد شيئا شبيها بسفينته الضخمة منذ عام 1959 عندما كان يهيئ خرائط للمنطقة من الفضاء. الموقع كان على مسافة 30 كيلومترا عن الحدود الإيرانية، وبعد الاكتشاف مباشرة تشكل فريق من الأمريكان والأتراك، لكن التنقيبات لم تتحقق لأنهم اعتبروا المشهد معجزة الطبيعة، وبمرور الزمن تناسوا القضية. منطقة ديوري بينار نحن تعرفنا عليه عن قرب بعد النزول من جبل أرارات، وفي اليوم التالي مباشرة توجهنا إلى المركز العالمي للسواح الخاص بسفينة نوح الذي يبعد 20 كيلومترا عن مدينة بايازيد. في هذا المتحف محفوظ قصة كل دراسات منطقة ديوري بينار، وخصوصا بحوث رون وايت واكتشافاته. رون وايت لم يكن عالم آثار أو جيولوجي، بل كان طبيبا وشخصا ذو عزيمة. كان عمره 27 عاما عندما قرأ في الصحف عام 1959 عن الاكتشاف، وأصبحت فكرة ديوري بينار راسخة في مخه. كان على يقين بأنها سفينة نوح. بسبب العديد من الانفجارات البركانية، وايت كان متأكدا بأن سفينة نوح لا يمكن أن تبقى في مكانها على جبل أرارات، لذلك كان المفروض البحث في منطقة أخرى. في خلال تقديم بحوث رون وايت لنتفق بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. نحن لا نؤكد بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. بعد اطلاعه على اكتشافات ديوري بينار بعد 17 عاما، تمكن رون وايت لأول مرة من التوجه إلى تركيا وإلى مدينة بايازيت، حيث يوجد جبل أرارات وديوري بينار والاثنان قريبان من بعض. سكان بايازيت أظهروا لرون وايت صخور كبيرة، ورافقونا نحن أيضا إلى نفس الصخور.
الصخور موجودة في قرية أرزيك، ودليلنا على الدين شرح لنا عن هذه الصخور وحسب ما قاله